يستطيع أن ينقل الفريق من حال إلى حال. الأمير نواف بن سعد كان واقعيا في تصريحه، الفريق قدم عليه، الحظ عاندنا، علينا أن ننسى أو علينا أن ننسى هذه المباراة، وعلينا أن نتعلم من التجربة، وأن لكي يخرج الفريق، لكي لا يتكرر مع الفريق سيناريو 2014. أنت قلت لي قبل شوي أن الحظ عاند الهلال. طيب، ممكن يكون هناك في أسباب أيضا أخرى ساهمت في عدم تحقيق الهلال للقب مثلا؟ نحن تكلمنا انه قلنا المدرب، لا غير المدرب، غير اللي تكلمنا عنها، ما في شيء يعني. عوامل اخرى، عوامل اخرى لا توجد في المباراه، لا توجد عوامل اخرى مؤثره، سواء اذا كان بنتكلم على اصابه عمر خريبين. عمر خريبين اي لاعب موجود في الملعب معرض للاصابه في اي لحظه. فبالتالي علينا ان لا نعطي الاشياء اكبر من حد. غياب ادواردو، غياب ادواردو، لو غياب ادواردو هو لاعب مؤثر، ولكن ايضا المجموعه اللي لعبت مباراه الامس لعبت باتقان وقدمت مباراه عاليه الجوده. نواف العابد، سالم الدوسري، ثلاثي المحور، انت على مدى مدى 60 70 دقيقه الفريق، او خلينا نقول 60 دقيقه الاولى او الشوط الاول لم نشاهد حارس الهلال برغم امتلاك الفريق الياباني للكورة أكثر. نعم. إذا هذا يعني ماذا يعني؟ يعني أن هناك تنظيم وأن الفريق بيؤدي بشكل جيد. مشعل الدوسري على الهاشتاج يقول: من وجهة نظري أن هناك بعض اللاعبين منتهي الصلاحية في الهلال، ويجب بل لزاما على الإدارة إبعادهم، وهم معروفين لدى غالبية الهلاليين. يا سيد العزيز، كلمة أنه منتهي الصلاحية وجديد الصلاحية، هذا كلام، هذا كلام نحن بنتعامل. اللاعب في اولا واخيرا بشر، يظهر في حين ويغيب في حين اخر، هناك ظروف ما نحن لا نعلم ما هي الظروف المحيطة باللاعبين، ولكن اللاعبين بصفة عامة في مباراة الامس ادوا. من هو اللاعب التي تقول يعني اذا كان الاخ يعني لديه وجهة نظر، من هو اللاعب الذي لم يؤدي في الملعب وبالتالي تحمل تقول والله هو مقصر؟ هناك أدوار، أحيانا رؤية الجماهير للمباريات تكون رؤية عامة، لا في فيما وتحديد أيضا أداء اللاعبين وتقييمهم، في حين أن هناك اللاعبين بيؤدوا أدوار فنية لا يعرف عنها، لا تعرف عنها الجماهير. هناك أدوار تؤدى للاعبين معينين، عملية كيف إشغال الخصم، كيف التحرك بدون كرة، عملية التغطية، سحب، إيجاد مساحات. هنا في أمور فنية وتكتيكية المشاهد العادي لا يعطيها بالا، بينما هي مؤثرة. فلما يقول لك أنا حينما يقول المدرب أنا عندي رجل مباراة، هو أيضا صادق في طيب نرجع